دائما نحن نذكر المرضى إذا بدأوا في برامج وعلاجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البعض يسأل عن السحر وأنواعه، وبعضهم يقول إذا وجدنا شيء مثلا مرشوش ماذا نصنع؟ طبعا قد يقول إنسان أن هناك أمور يتوهمها الشخص، نقول لكن الشخص الذي يشتكي يقول بالفعل أجد شيء مرشوش على باب البيت أو باب العمارة دائما، وأتعجب من هذه الأمور التي ترش، ليس يعني طفل عابر أنه رش هذا الشيء، لا، يرش بطريقة، وأرسل ذلك الشخص هذه الصورة التي بين أيدينا. المقطع هذا قصير فقط حتى يتبصر الإنسان أن هناك أمور تحدث في الحقيقة. المنظر الذي بين أيدينا لهذا الباب مرشوش بهذه الطريقة، واضح أنه ليس رش عشوائي. يقول ودائما يتكرر مثل هذا، ماذا نصنع؟ نقول مثل هذا النوع تأخذ أيضا أنت الماء المقروء، تقرأ فيه آيات السحر والفلق والناس وسورة الفاتحة وبداية البقرة وخواتيم البقرة، وتدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم إن كان هذا الشيء سحر اللهم أبطله واصرفه واحفظنا منه. تأخذ وتضعه وترش على هذا الشيء المرشوش حتى يذهب بالكلية، وترش أمام الباب ومن خلف الباب. والأفضل، ودائما أنا أنصح الإخوان، إذا يتكرر هذا الشيء دائما نقول ضع لك كاميرا مراقبة، ضع لك كاميرا مراقبة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه التكنولوجيا التي أفادت كثير من الإخوة الذين رأوا من يرش لهم السحر. وهناك مقطع يعني أنزلناه موجود كان على اليوتيوب، امرأة ومعها واحدة أخرى في بلاد ما، وهي ترش السحر على باب ورصدتهم تلك الكاميرا. وكم من الحالات حينما كنا نذكرهم بهذا الأمر يقول الحمد لله رأينا، وبعضهم يقول رأينا أشخاص لا نعرفهم، وبعضهم يقول ما رأينا أحد ولكن نجد هذا الرش موجود. نقول إذن الذي يرش في مثل هذه الحالات يكون جن. إذن الإنسان لابد يتنبه، بعض الناس ما يتنبه، وهذا المقطع حتى يتنبه كثير من الناس. بعض الناس حينما ينظر مثل هذه المقاطع يقول والله كم مرة نحن نرى مثل هذا لكن ما نفكر يعني ما هي الأسباب. فالمؤمن كيس فطن يتنبه مستقبلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الباب وأن يبصرنا وأن يحفظنا من كل سوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.